أمر الانتكاسة، انتكاسة الإنسان أمر يحدث بسببين اثنين فيما يظهر والله أعلم. السبب الأول ضعف الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى. السبب الثاني الجهل، الجهل. فالإنسان ينبغي دائما أن يراجع نفسه في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، دائما أن يراجع نفسه كي يكون مخلصا العبادة ومخلصا العمل لله وحده سبحانه وتعالى. أما تروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الذي علمه لنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمسلم دائما عليه أن يراجع نفسه في الإخلاص. الأمر الثاني الجهل، والجهل له مظاهر عدة. من مظاهره الانصراف عن طلب العلم، من مظاهره صحبة أهل السوء، من مظاهره عدم اغتنام الأوقات وتضييع العمر، من مظاهره عدم الاهتمام بمعرفة الحلال والحرام فيما يجوز له أكله وما لا يجوز له أكله إلى آخر ذلك من المظاهر. ولذلك الإنسان إذا لم يراقب الله سبحانه وتعالى ويحقق الإخلاص، وإذا لم يراقب الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الجهل بكل مظاهره، تحدث له مثل هذه الانتكاسة، تحدث له مثل هذه الانتكاسة إلا أن يشاء الله. فنصيحتي لهذا الأخ أن يراجع نفسه في باب الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمراقبة له، وأن يحرص على حمل نفسه على رفع صفة الجهل. وترى صفة الجهل ليست فقط بأن تتعلم وتدرس، لا، صفة الجهل بأن تتعلم وتدرس وأن تعمل بما تعلم، بحيث أنك تؤدب نفسك، بحيث أنك تؤدب نفسك. فإذا تأدبت نفسك انصرفت عنك كل مظاهر الجهل. بعض الإخوة قد يكون لديه اطلاع، يعرف ويطلع وكذا، لكنه لم يعمل بما علم، لم يعمل بما علم. تركه للعمل بما علم يسبب وجود مظاهر الجهل في شخصيته العلمية، فيؤدي به إلا أن يشاء الله إلى هذه الانتكاسة. لذلك لابد على الطالب أن يعود نفسه وأن يحمل نفسه على مراقبة الله عز وجل وتحقيق الإخلاص، وعلى مراقبة الله عز وجل في رفع الجهل ومظاهر الجهل. ليس الجهل، ولذلك يقول الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، يعني فيظهر أثره على الجوارح. هذا هو العلم. ولذلك عندنا نحن علماء فساق، وعندنا عباد ضلال. فقد جاء عن سفيان بن عيينة وعن ابن المبارك إذا ما خانتني الذاكرة أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. والله عز وجل حذرنا هذين الأمرين، حذرنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وكلاهما طريق اجتمع فيه عدم الإخلاص والجهل، الجهل بمظاهره التي ذكرتها لكم. فترك تحقيق هذه الأمور يوقع القلب في انتكاسة، فعلى صاحب هذا الأمر أن يراجع نفسه في هذه الأمور، والله المستعان.